هل المني طاهر ام نجس؟ وهل يكفي الفرق اذا كان يابسا والغسل اذا كان رطبا؟ المني على الصحيح طاهر وهو اصل الانسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه ربما غسله ربما فركه، قال كنت افركه، قالت عائشه كنت افركه من ثوبه، كنت احركه يابسا بظهر من ثوبه، فدل ذلك على انه طاهر اذا كان نجس لغسل. فلما توفي فيه بالحق والتنظيف بازالته من دون ماء دل على طهارته، ولانه اصل الانسان فهو من جنس الانسان، الانسان طاهر واصله طاهر، اصله التراب والتراب طاهر، ثم المني بعد ذلك فهو طاهر والانسان طاهر.